نفسنا نحط أصابعنا في الأماكن اللي كاينة فيها الثروة ديال المغاربة وتكسر الثروة شي واحد كيستغلها. أول مستغل الثروة المغربية هو المكتب الشريف للفوسفات. المكتب الشريف للفوسفات كما كتعرفوا، وإذا شي واحد اليوم قلت له فين الميزانية ديال الفوسفات يقول لك ما نعرف. الميزانية ديال الفوسفات ما كيعرف حتى شي واحد. كان عنده واحد المكتب الشريف للفوسفات، كان كيترأسه رئيس الحكومة المجلس الإداري ديالو أو وزير الاقتصاد، كان كيتراقب من طرف المراقبين ديال وزارة المالية، قسموها في شركات مجهولة الاسم متعددة، واحدة مقابلة التجارة، واحدة مقابلة المناجم، واحدة مقابلة الأسواق الخارجية، وشتتوها لدرجة أن اليوم الفلوس ديال الفوسفات التشريع المغربي ما بقى كيشوفوه، والميزانية ما بقاتش كتمتع بالمداخل ديال الفوسفات، ما كنعرفوش فين كيتخلص الفوسفات، واش من حسابات كيدخل الفوسفات. حتى وإذا شفتوا التقرير السنوي ديال بنك المغرب ما فيهش المداخل ديال الفوسفات، ما فيهش المداخل ديال الفوسفات. ثانيا، خصنا تكون عندنا الشجاعة أننا نطلبوا بتعميم مناجم، هذه لا نقاش فيها. خصنا نعرفوا شكون اللي كيستغل الذهب ديال طاطا، وفين كيمشي الفلوس ديال الذهب ديال طاطا، والمناجم ديال الذهب ديال طاطا كخصها تدخل الخزينة العامة ديال البلاد ليس إلا. هذوك فلوسنا، الثروة الموجودة تحت الوجه ديال الأرض هي ثروة ديال الشعب المغربي، ماشي ديال الشركة ولا ديال الخواص أو ديال المساهمين ديال شركة مناجم اللي عندهم لزاكسون والسهم ديال شركة مناجم. مناجم تنبغي أن تصبح ملكا للشعب المغربي، باش الذهب اللي كنستغلوا في طاطا يدخل الصندوق ديال الدولة المغربية باش يمكن لينا نبنيو المستشفيات ديالنا، نبنيو المدارس ديالنا، نزيدوا في الأجرة ديال البوليس وديال المعلمين وديال الموظفين باش يمكن لينا نتخلصوا في الضريبة، باش يمكن لينا نديروا الإنارة العمومية ونفتحوا الطرقان، باش يمكن لينا نبنيو مغرب جديد من القرى. ما عندناش كيفية واحدة أخرى، بغينا فلوسنا يرجعوا لينا لجيوبنا، وجيبنا وهي الخزينة العامة ديال المملكة. ما عندناش شي كيفية واحدة أخرى، كفى أنكم كتلعبوا بالديمقراطية باش يمكن لكم في آخر المطاف أش كتديروا؟ كتجيبوا واحد المحكومة كترأسها واحد المحكوم، وتلك المحكومة كتصرفوا فيها كما بغيتوا، كتقترحوا عن الطريقة اللي بغيتوا، وكنمشيو لواحد البرلمان اللي كتمروا فيه القوانين اللي بغيتوا، وبتلك القوانين عندكم واحد المحكومة كتقوم بالقرارات والتنظيمات القواعد اللي كتسمح لكم ان تزيدوا تستغلوا هذا الشعب، تزيدوا تستغلوا الثروة ديال الشعب المغربي، تزيدوا تحقرونا وتمنعونا، تحيدوا من حريتنا، من حقنا في الوجود. ما كاينش شي حل اخرين الاخوان، كخصها تكون عندها الشجاعة هذه. الناس اللي كتغنى شحال كاينين، 4000 عائلة، 4000 عائلة غادي نخدموا 12000 مفتش ديال المالية، وكل عائلة لصقوا بابها ثلاثة ديال المفتشين يتحاسبوا معها. حنا ما بغينا ندخلوا للحبس حتى شي واحد، حنا بغينا نردوا لينا متاعنا. ثلاثة ديال المفتشين فيهم مرة حتى هي عندها فهمة ديال العيالات، راه صحيحة كانت مشينا بعيد، وجوج واحد في الاقتصاد واحد في المالية، يحاسب 4000 ديال العائلة. كان أعطيكم
وعد الله انني عندي قناعه بان 4000 عائله غتعطينا باش ناكلوا 10 ديال الميزانيات ودعرفنا نتحاسبوا معاهم وردوا لينا فلوسنا اللي كيستغلوا هذه ربع قرن ديال الاستقلال. عفوا شكون هذه 60 عام ديال الاستقلال، انا راني دهشت 60 سنه ديال الاستقلال. ما كاينش طريق مع هذا المحاسبه، والمحاسبه ما فيهاش التقادم. 60 عام ديال المحاسبه خصنا نخدو 60 عام ديال المحاسبه تنسترجعوا رزقنا.